عادة ما تتكبد الفتاة عناء التبرج والاهتمام بمظهرها للفت نظر الرجل الذي تحب، غير أن المقاييس انقلبت في النيجر ولدى قبيلة وودابي تحديدا، حيث الرجال يقضون 6 ساعات في تجهيز أنفسهم لمهرجان جيروول السنوي ويرقصون رقصة الياكي التقليدية لجذب انتباه النساء وقبولهن الزواج بهم. في أبهى حلتهم يظهرون، يضعون الطين الأحمر على وجوههم مع تحديد العين بالأسود القاتم لإبراز بياضها فضلا عن تحديد الشفاه، ويعتقد رجال القبيلة أن العيون اللامعة والأسنان البيضاء والأنف الحاد هي من علامات الجمال، ولذلك يستخدمون مساحيق التجميل بكثرة. المهرجان الذي يقام في نهاية موسم الأمطار في النيجر يستمر لأسبوع، ويتنافس فيه العازبون على الفوز بقلوب نساء القبيلة الجميلات، حيث تشير الفتاة إلى الرجل الذي تراه الأجمل وتريده زوجا لها، علما بأن النساء هناك يحق لهن بأكثر من زوج. أما المكلفات بالحكم على جمال المتنافسين فهم أجمل 3 نساء في القبيلة، وفي ختام مهرجان ملوك الجمال يكسب الفائز الاحترام من سائر أفراد الودبي ولا سيما نسائها. نغم رباح، العربية.